السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا اجمل جمهور في الدنيا؟ النهارده رجعنا يا جماعه مع بعض بشرح حاجه جميله قوي، وهي حردة الجيرو. ناس كتير قوي سالتني يا مريم ازاي نقدر نعمل حردة الجيرو، وكمان ازاي نبدا ان احنا نعملها. بصوا يا جماعه، اول حاجه خالص كده هنبدا واحده واحده ونسمي اللين. هنحط دوران هنا الصدر معانا اساسي اساسي، تمام كده. وبعدين هنيجي نعمل هنا طول الرقبه، مش مهم ان انا اعمل الطول بتاع حردة الرقبة ولا اي حاجة. ادي اهو حردة الرقبة هعملها لك مثلا كده بالشكل ده مبدئيا، بس حردة الرقبة مش موجودة مش مهمة معايا، مش مهم الطول بتاعها، المهم العرض، تمام. هاجي من نفس الخط المعمولة منه حردة الرقبة، وهنزل من هنا كده حوالي، بصوا خلينا في المقاسات الطبيعية 3 سنتي، تمام، خليني في المقاس الطبيعي. وبعدين هبدأ احط خط بدون مقاس كده، ده ميلان الكتف، الخط ده خط ميلان الكتف، ده خط الكتف بتاعي، المفروض ما كنتش كتبتها بس معلش اكتبها، ده خط الكتف، تمام. خط الكتف او ميلان الكتف بتاعي ده هبدا ان انا اجيب طول الكتف معايا، وهبدا احط طول الكتف معايا. مثلا طول الكتف عندي 8 سنتي، انا بقولك مثلا 8 سنتي اهو كده، 8 سنتي ده مقاس طبيعي، تمام. بعدين هبدأ ان انا انزل، حطيت رقم 8 هنا، وبعدين حطيت الزيرو هنا. هتقولي لي ايه علاقة يا مريم الكتف وحردة الرقبة بخط الجيرو او دوران الابط معايا؟ العلاقة بينهم ان انا هبدأ انزل من هنا بنص طول الظهر، نص طول الظهر يعني الظهر 40، هبدأ اقسم 40 على الاتنين هيديني 20، يبقى انا لازم انزل 20 سنتي من الخط بتاع دوران الصدر اللي انا عملته في الاول لحد 20 سنتي عشان اقدر اعمل حردة الايه الجيرو معايا. وهبدأ احط دوران الصدر معايا كده. بعد ما حطيت دوران الصدر معايا كده، هبدأ انزل من الكتف على دوران الصدر، وهبدأ بعد كده ان انا ارتفع. ارتفع ده مقاس طبيعي طبعا، الارتفاع بتاعي هيبقى مقاس طبيعي 6 سنتي، واخش هنا بالظبط برضو مقاس طبيعي 1 سنتي. وبعدين هاجي من هنا واروح موصلة الكتف اللي انا عملته في الاول مع حردة مع النقطة بتاعتي اللي انا طلعتها كده، اهي شايفين ازاي. طيب لحد كده والدنيا تمام قوي، مفيش اي مشكلة. تعمليها بايديكي، تعمليها بالفرنش كيرف، المفروض انك تظبطي الخط ده، الخط ده مع الخط ده، النقطة دي مع النقطة بتاعت دوران الصدر، وتثبتي المسطرة بتاعتك كده قوي، تبدأي تعمليه. وادي حردة او دوران الجيرو معايا او حردة الابط معايا. امتى الدوران ده بيبقى مش مظبوط معايا؟ ان لما بكون قصة غلط، اما الكم اما حردة الجيرو. طيب الخروج اللي انا عملته ده اسمه ايه؟ ده الامام، الامام تمام كده. ده الخلف، الخلف يا مريم يفرق عن الامام؟ اه يفرق عن الامام. الخلف بتيجي من نفس الخط كده وتروحي جايه، تروحي عامله حردة الجيرو بتاعتك، ده الخلف وده الامام، تمام كده. بشكل سهل وبسيط قوي شرحت حردة الجيرو، يا رب يكون الشرح سهل ووفي. اهم حاجه بس انك انت تشوفي الفكره من الاول لحد الاخر، ولازم يكون البطرون معاكي جاهز على الاقل من النص فوق هنا، عشان بعد كده تقدري ترسمي حردة الجيرو. المقاسات الثابته معايا، وهو مقاس 3 مللي 3 سنتي ميلان الكتف، وكمان 6 سنتي طلوع عشان اقدر اعمل حردة الجيرو، وال1 سنتي طبعا برضك ده ثابت معايا. ده الحاجات دي من الثوابت، دول اللي انا قلت مقاساتهم عشان دول من الثوابت، اي حاجة بعد كده مش ثابتة خالص، تمام كده. يا رب تكون فكرة سهلة وبسيطة عجبتك. لحظة واحدة اوريكي حردة الجيرو في الاخر. بصوا يا جماعة ده شكل حردة الجيرو في الاخر خالص. اهم حاجة بس انك تعملي لايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك، ده قرارك انت. كل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. ادي حردة الجيرو عملناها بشكل سهل وبسيط قوي ومن الصفر.